رجعنا من جديد في فير بلاي. البارح كان مسك الختام للبطولة الإفريقية، كان الكاميرون 2021 مع 1 تتويج المنتخب السنغالي على حساب المنتخب المصري الشقيق. على كل باش نحكيو أكثر كواليس على اليسار يوم أمس في النهائي مع زميلنا بلال السيس اللي كان على عين المكان يوم أمس في النهائي. بلال أهلا بيك. أهلا بيك يا إسلام، وأهلا بكل إخواتنا وأهلنا وحبايبنا في تونس، ويعني الحمد لله على كل حال. الحمد لله على السلامة. والحاجة اللي كنت وصلت اليوم ظهر لي لمصر. الله يسلمك يا حبيبي. الحمد لله، كان يوم شاق ومهم، متعب جدا جدا، خاصة في ظل يعني النتيجة السلبية اللي اتحققت في النهاية بعد مشوار عظيم جدا قدم المنتخب المصري في فعاليات البطولة، وبعد مسيرة مميزة في كان 2021 اللي استحضنتها الكاميرون خلال الأيام القليلة الماضية. يعني يمكن ان احنا كنا نتمنى المنتخب المصري يتوج باللقب، مش كمصريين بس، كل الوطن العربي كمان. يعني شفنا ملحمه عربيه جميله جدا كانت خلف المنتخب المصري خلال المرحله والايام القليله الماضيه، كان في دعم كبير جدا من جميع ابناء الوطن العربي في خلال دعمهم وتشجيعهم لمنتخب مصر اللي لم يكن موفق في الركلات الترجيحيه والمباراه المعاناه، واللي خسر المباراة قدام منتخب محترم، منتخب مميز مثل المنتخب السنغالي، اللي انا اعتقد ان هو ما سرقش البطولة، منتخب اكثر من ممتاز، منتخب منظم بشكل كبير جدا، منتخب معاه مدير فني من 2015 حافظ فريقه اللي هو اليو سيسي، حافظ الفريق بشكل كبير جدا، وبيضم مجموعة مميزة جدا من اللعيبة على راسهم طبعا ساديو ماني وخالد الكولوبالي واسماعيل عصار، فمنتخب قوي جدا وعنيد للغاية. ومن سوء حظنا اسلام كمان اللي احنا يعني بعد ايام قليلة ولا بعد اسابيع قليلة هنلاقي المنتخب السنغالي في مرحلة النوك اوت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. شنو عمل الفريق يوم أمس بليل في المقابلة؟ المنتخب المصري تقريبا نفس الطريقة اللي يلعب بها، ينتظر المنافسين ويحاول يسرق هدف أو اثنين مع التزام كبير في الجانب الدفاعي. الطريقة اليوم أمس ظهر لي بنفس الطريقة اللي كان ضربة الجزاء ظهر لي اللي كانت حليفة المنتخب المصري في مقابلات أخرى. البارح ما كانتش الحظ مع المنتخب المصري. خلينا نتكلم ونتفق ان ما كانش في بديله غير الطريقه دي، خاصه ان انت بتتكلم في منتخب بيلعب 4 مباريات على التوالي لمده 22 دقيقه، وضغط عصبي وضغط نفسي بشكل كبير جدا على اللعيبه، فما كانش بديل، لا يوجد بديل امام كارلوس كيروش في ظل الغيابات اللي بيعاني منها المنتخب المصري والارهاق البدني الكبير جدا اللي عانوا اللعيبه. يعني اللعيبه ادت بشكل رجولي، احنا خسرنا بطوله لكن كسبنا منتخب كبير وكسبنا لعيبه رجاله جوه الملعب اسلام، ودي نقطه مهمه جدا لازم نبني عليها في اللي جاي. وعلى ما اظن انت تتفق مع كلامي، مش شرط ان انت تكسب بطوله وتخسر لعيبه، لكن احنا كسبنا لعيبه وكسبنا شخصيه واستعادت شخصيه الكره المصريه والمنتخب المصري من جديد. يعني ما كانش في بديل قدام كروش غير اللي هو يستخدم هذه الطريقه، خلال هذه الطريقه خاصه في ظل الارهاق البدني الكبير اللي عانى منه المنتخب خلال فعاليات البطوله، 4 مباريات على التوالي بتلعب لمده 120 دقيقه، مع وفي النهائي بتلعب منتخب منظم بشكل كبير جدا وبيمتلك مجموعه مميزه من اللعيبه اللي لهم قدره. يعني بتتكلم في تشكيله كلها بتلعب في كبار الانديه الاوروبيه، بونصار بيلعب في بايرن ميونخ، جانجي بيلعب في باريس سان جيرمان، ساديو ماني واحد من ابرز لعيبه العالم بيلعب في ليفربول، خليتو كولوبالي بيلعب في نابولو الايطالي، كمان ادوارد مندي حارس مرمى افضل حارس مرمى في العالم بيلعب في تشيلسي الانجليزي، فمجموعه مميزه جدا من اللعيبه، فما كانش في بديل قدامنا غير اللي هو لازم منتخب مصر يلعب بالطريقه دي. وانا شايف ان انت توصل مع منتخب السنغال اللي تستحمل الضغط لمده 22 دقيقه، وكل التحيه وكل التقدير لمحمد ابو جبل اللي من وجهه نظره هو افضل لاعب في البطوله مش افضل حارس مرمى في البطوله، لعيب جاي اللي هو عارف هذه سبقتها لي انا، هذه انا قلتها. يعني ابو جبل يعني هو جاي، ويعني لعيب نفسيا مهيئ نفسه اللي هو هيبقى الحارس البديل مش الحارس الاساسي، مره واحده لقى نفسه هو بيلعب بالحارس الاساسي. يعني شايف في ظلم كبير جدا ليه اللي هو ما يتوجش بلقب الافضل حارس مرمى في البطوله، لكن احنا عارفين طبعا ان عمليه الماركتنج بتخش بشكل كبير صحيح جدا في موضوع الاختيارات الافضل في البطولات دي. صحيح. ظهر لي ردود الافعال في الشارع المصري اليوم تقريبا نلمسها حتى من كلامك انت، فما حاله رضا تام على اللي قدمه المنتخب المصري في هذه البطوله.
لو احنا ما ارتضيناش بما يقدم من اللعيبه في البطوله ديت يبقى هنظلمهم. طبعا في حزن كبير جدا ان انت خسرت اللقب، لكن في رضا تام عن اللعيبه، خاصه ان انت كلا يعني كمجموعه من اللاعبين قدروا اللي هم ادوا ب 100% من ادائهم، وما فيش حد فيهم دخل بمجهود او دخل بروحه داخل الملعب. لعبنا بروح كبيره جدا، وظهرت علينا شخصيه المنتخب المصري اللي احنا افتقدناها في خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي أنت كنت في 2019 اللي كانت احتضناها هنا في مصر، وكان الظروف كانت يعني كانت كل الظروف مواتية لتتويج مصر باللقب، لكن اللعيبة ما كانتش على قدر المسؤولية. لكن احنا في هنا في الكاميرون اللعيبة كلها رجالة، لعيبة أدت بروح كبيرة جدا، بروح عالية جدا. قد يكون مرارة الهزيمة هي اللي وجعت الشعب المصري شوية، لكن في رضا تام في الشارع المصري والوسط الرياضي المصري على أداء اللاعبين الرجولي، وبإذن الله إن شاء الله دي تعتبر نقطة انطلاق باذن الله ان شاء الله لاستعاده امجاد الكره المصريه من جديد، والعوده لمنصات التتويج، واللي باذن الله ربنا يكرم لنا ويكتب لنا التوفيق باذن الله في مباراتين النوك اوت امام السنغال في شهر 3 اللي جاي، خاصه انها هتبقى مباراتين صعبين جدا جدا جدا. نتمنى باذن الله ان احنا نخرج بنتيجه ايجابيه في مصر تساعدنا على التاهل من دكار، خاصه الماتش هناك في السنغال هيبقى صعب 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 جدا. يعني من سوء حظنا اسلام ان انت بتلعب منتخب يبقى هو يعد من وجهه نظرنا اقوى منتخب في داخل قاره افريقيا حاليا، واقوى منتخب في التصنيف من التصنيفات الاولى يعني، ومش عارف انت كنت انت تتفق معايا في الراي ده أكيد او أكيد تختلف أكيد أكيد يعني. فنتمنى باذن الله ان شاء الله ان احنا ان تبقى دي نقطه انطلاقه بالنسبه لنا، وان اللعيبه يعني تعمل ريكفري كده كبير جدا، ونحمد ربنا ان في فتره ما بين خساره اللقب ومواجهه المنتخب السنغالي. وانا شايف كمان ان انت مع الراحه اللي اللعيبه دي هترتاح بشكل كبير، انت مثلا مش هتبقى مضغوط، هتبقى في فتره اعداد، ومع الاجواء الجماهيريه في مصر باذن الله نحقق نتيجه ايجابيه هنا. والنقطه الايجابيه اللي انت ما خسرتش من السنغال اسلام، يعني احنا في النهايه ما خسرناش، انت هم خدوا اللقب بركلات الترجيح، انت ما استقبلتش اهداف صحيح. وصيرت مباراه 120 دقيقه قدرت تستحمل فيهم ضغط كبير جدا، واللعيبه ظهروا بشكل اكثر من ممتاز واكثر من رجولي. فده يدل ان انت مثلا مع فريق فتره اداء كويسه وراحه بشكل كبير اللعيبه دي تحصل عليها، خاصه بعد مشوار صعب جدا. فعلى ما اظن ان احنا باذن الله هنقدر ان احنا نخطف بطاقه العبور لفعاليات كاس العالم 2022 في قطر ان شاء الله باذن الله، وباذن الله تبقى مصر وتونس والمغرب إن شاء الله والجزائر باذن الله ان شاء الله متجمعين كلهم باذن الله في دوله قطر الشقيقه في شهر نوفمبر المقبل باذن إن شاء الله، الله ولو انت باذن الله نبقى هناك إن سوا. شاء الله أكيد. بلال، كان قلت لي فما حالة رضا على اللاعبين، هل هي نفس حالة رضا على الإطار الفني، خاصة كيروش دخل بانتقادات كبيرة قبل البطولة وحتى في وسط البطولة على بعض الخيارات، كيف يمكن حتى التغييرات نتاعه في على امتداد البطولة، التغييرات نحكي في وسط المقابلة، هل هي نفس حالة رضا؟ هل كان بالإمكان أفضل مما كان خصوصا في التعامل مع مجريات المقابلات؟ هو يعني احنا خلينا بس ان نبقى متفقين ان يعني في مش انقسام مش كبير على وش انقسام، بس او بعض الانتقاد لبعض الاختيارات. امبارح مثلا بنتكلم انت منزل مروان حمدي وانت اصلا هو كان بعيد بشكل كبير جدا عن البطوله، طب ليه طالما انت هتبدل، طب ما تحط محمد شريف في مكان مروان حمدي، خاصه ان كمان شريف بيجيد اللعب بالراس بشكل كبير، وانت خلاص قررت ان انت تحول خطتك وتعتمد على اللعب بكرات عرضيه ومروان حمدي من أول من البطولة العربية ظهر لي ماهوش في قمة مستواه، يمر بفترة سيئة ظهر لي. الله 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 ينور عليك. امبارح كان في كورتين خطرتين لو انت خدت بالك منهم اسلام لمروان حمدي كان ممكن اللي يخلص براس فيهم الماتش يعني كان ممكن يخلص فيهم الماتش في اي لحظه، ممكن يكون بس هو كيروش يعني احنا عندنا مشكله في مركز راس الحربه بشكل كبير، ولازم نعترف بالموضوع ده، ولازم يبقى في حلول من جانب الاتحاد الكره اللي احنا نقلص عدد الاجانب. يعني احنا الحمد لله رب العالمين على مستوى حراسه المرمى احنا هم مصر فما زخم فما في طفرة افيا ضخم، وعندنا يعني في امان في ايد امينه حراسه المرمى في مصر، في ايد امينه ليه؟ عشان خاطر في قرار اتاخد بعدم تعاقد مع حارس مرمى اجنبي ومنع احتراف الحراس الاجانب في مصر، فبناء عليه قدرت تدي فرصه لمجموعه كبيره جدا من الحراس اللي هي تبقى موجوده. وزي ما انت شايف انت دلوقتي بتتكلم في محمد شناوي، في محمد ابو جبل، في محمد صبحي، في محمود جاد، وعكس كمان وعندنا كمان محمد عواد
مجموعه كبيره جدا ومجموعه مميزه جدا من الحراس القادره على حمايه عليه منتخب مصر في اي وقت، وده ان ده اللي بيدل على ان ده كان قرار صائب للغايه من جانب المسؤولين المصريين خلال السنوات الماضيه، متاخد بقاله فتره، فنتائجه ابتدت تظهر على الساحه خلال الفتره ديت. تتكلم في 4 5 حراس يعني قادرين على حمايه عليه منتخب مصر، وده رقم كبير جدا على ما اظن مش موجود في اي في اي دوله او اي المهاجمين بلد معناها دخل مصر اللي قاره في وقت افريقيا. المهاجمين مصر اللي في وقت من الاوقات كان عنده عماد متعب، عمر زكي، ميدو في نفس الوقت، معناها كان فما زخم في المركز هذا، ما هيش قادر اليوم عندها مهاجم، ولو انه مع احترامي لمصطفى محمد اللي ماهوش في قمة مستواه هذا. بالظبط، فده اللي احنا بنتكلم فيه، ده اللي بيدل بسبب ارتفاع وزياده عدد الاجانب في الدوري المصري لازم نرجع تاني لهم 3 محترفين بس داخل الدوري المصري، عشان خاطر ندي الفرصه لابنائنا اللي هم يبقوا موجودين بشكل كبير جدا، وندي الفرصه للمواهب اللي موجوده داخل مصر. انت بتتكلم في الاهلي والزمالك دلوقتي بيعتمدوا على راس حربه اجنبي، فبالتالي او اغلبيه الاوقات اغلبيه الانديه المصريه بتعتمد على راس حربه اجنبي، فمع تقليص عدد الاجانب داخل الكره القدم المصريه ده هيعود بالنفع على كرة القدم المصرية، خاصة في ظل كثرة المواهب اللي داخل مصر واللي مش عارفة تاخد الفرصة بسبب صعوبة الحصول على الفرصة في ظل اعتماد الأندية على اللعيبة اللي جاهزة. ويا ريتنا كمان بنجيب لعيبة أفريقية مميزة إلا من رحم ربي، مثلا كل فترة والتانية بيطلع لنا طفرات يعني. بس كيف ايضا نحكي على اختيارات كيروش، عمرو السولية ايضا حتى كي خرج شفناه غاضب شوية في الوقت اللي كان حسب اعتقادي المفروض حمدي فتحي كان هو اللي يخرج، خاصة انه عنده بطاقة صفراء. بالظبط، لكن هو السولية في بعض الانباء قالت ان السولية كان بيعاني من مشكله في التنفس خلال اخر مباراتين، واللي هو لاعب المباراتين وهو مصاب، فده ولو ممكن انه خرج يكون هو غاضب ده هو. ما ظهر عليه علامات الغضب، بس هو ممكن يكون هو غاضب من فكره الاستبدال اللي هو اصلا يعني تعبان، او دي كان الانباء اللي طالعه من هناك ان السوليه بيعاني من عمليه ضيق في التنفس، واللي هو لعب ماتش الكاميرون وهو في عنده نفس الحاله، وعلى ما اظن السوليه كمان استبدل في ماتش الكاميرون واستبدل في المباراه بتاعت امبارح، ممكن يكون هو مش هيقدر يدي 100% من مجهوده، فبناء عليه كان منطقي ان انت تطلع حمدي فتحي بعد اللي هو خد الانذار، خاصه ان مركز خط الوسط ده من اكثر المراكز اللي اللعب والخشونه والضرب موجود فيها، كان وارد جدا ان هو ياخد الانذار الثاني. بس انا عندي تعقيب على فيكتور جوميز، اللي ما فيش خلاف ان هو واحد من افضل الحكام داخل القاره، لكن انا شايف ان امبارح كان في طلب مباشر وصريح بالنسبه لكوليبالي اللي هو انذارين، هو مع مصطفى محمد، هو خبط مصطفى محمد مرتين، مره خد فيها انذار بنفس اللقطه والمره الاولى ما خدش فيها انذار، فانا شايف ان كان كوليبالي المفروض اللي هو كان يتفرج في مباراه الامس، خاصه ان انت عاقبته على نفس اللعبه تاني مره، فكان طالما انت شايف ان هو كان يستحق الانذار فكان لازم تطلع له الانذار من البدايه، لكن المباراه تحكيميا ماشيه بشكل نزيه بشكل كبير جدا، ما عانيناش على مستوى الجانب التحكيمي، احنا عانينا بس على المستوى الجانب البدني اللي ارهق اللعيبه بشكل كبير جدا، خاصه ان للمره الاولى في تاريخ كاس الامم الافريقيه ان مصر يبقى هو المنتخب الوحيد اللي يلعب 4 مباريات على التوالي لمده 120 دقيقه. كويس النني علاش ما شفتش ضربة الجزاء بلال في الوقت اللي شفنا لاعبين شوبين، بون شوبين بين ظفرين اول مشاركاتهم مع المنتخب المصري هما اللي سدوا، في حين لاعب خبرة كما النني ما يشوتش، ولو انه شفنا ايضا محمد صلاح في المقابلة الماضية مش مقابلة النهائي كان استغرب من النني لما قال له مش باش يشوت معناه. النني من ال يعني النني بيتعرض لحمله من الضغط النفسي والعصب الكبيره جدا، يعني النني مش لعيب محبوب جماهيريا ودي مشكله كبيره جدا، فهو طول الوقت بيلعب تحت ضغط ان هو انتقادات كبيره جدا علاش بتقبله، بلال رغم ان انا شايف خاطر مش مولد الاهلي ولا الزمالك معناه على ذكر. بالظبط يعني هو دي يعني يمكن محمد صلاح هو الاستثناء الوحيد، عشان محمد صلاح قدر اللي هو بادائه الرجولي مع ليفربول او الانجازات اللي هو حققها يفرض نفسه عن الجميع، لكن النني تخيل انت اسلام لعيب بيلعب في ارسنال الانجليزي والناس في مصر مش مقتنعين بيه، فانت متخيل اللي هو حاله هو ذات نفسه نفسيا وعصبيا مش هيقدر يتحمل حاله الضغط ديت، هو فانت بلال كلاعب سامحني نتفاعل معاك، هو انا تبع برشا المنتخب المصري، الحق ما قدمش مستويات كبيرة الا في البطولة هذه، حتى حكينا اخر مرة قلت لك البطولة هذه تقريبا احسن مرة نشوفها انني مع المنتخب المصري.
ما بالظبط. فهو مثلا شايف اللي هو قدم اداء رجولي جدا بامانه، وقدم اوراق اعتماده في البطوله ديت، فهو خايف يخش يشوط ضربه جزاء فيضيعها، فعمليه التشويه وعمليه التجريح ترجع له من جديد، فيحط ما فما حبش يحط نفسه تحت ضغط كبير. ممكن يكون دي نقطه سلبيه بالنسبه له، لكن انا عندي لعيبه تانيه متخصصه في ضربات الجزاء، يعني واحد زي عبد الله السعيد كان المفروض ان انت تنزله مثلا في اخر دقيقتين في الماتش امبارح، واحد متمرس في تنفيذ ركلات الترجيح كنت ممكن تديله بشكل كبير. محمد صلاح يعني بعد ما مع عبد المنعم ضيع، كان لازم محمد صلاح ينزل من الترتيب الخامس ليه بعد محمد عبد المنعم، عشان يدي الثقه تاني للعيبه اللي موجوده، بحيث ان الامور عاديه. فده كان تعليق اللي كان لازم ان صلاح بعد ما منعم ضيع كان لازم يخش. يعني فقط لعيب، انا مش عايز الوم على عبد المنعم ومحمد لاشين، احنا بنتكلم ان الناس دي لسه سنه اولى مباريات أول دوليه، مقابلتهم فانا مش عايز الدولية. فانا مش عايز اكون قاسي عليهم. يعني انت كان مهنا، يعني عبد المنعم لعب امبارح ضربه جزاء ممتازه اسلام، سريعه وقويه وراحه في زاويه، لكن الحظ اللي هي بتيجي في القائم وتطلع بره. صحيح. لكن مهند يعني هو لعب بنفس التكنيك اللي ادى بيه في ماتش الكاميرون، فكان لازم اغير مهند ده. بلال كان خايف، حتى شفناه في الكاميرا واضح علامة الخوف كانت على وجهه قبل التسديد. انت تخيل ان انت اصلا لما تبقى مشجع او محب أكيد لمنتخب أكيد بلادك، فانت بتبقى قاعد متوتر واعصابك متوتره، أكيد فما بالك ده لاعب شاب ينقص الخبرات الدوليه وداخل ينفذ ركله جزاء مصريه في مباراه نهائي كاس الامم الافريقيه، فبالتاكيد يعني ضغوط كبيره جدا. احنا شفنا امبارح ساديو ماني اللي هو ما استحملش ضغوط وطيع ضرب جزاء في المباراه، صحيح. فبالتالي لعيب بحجم محمد لاشين لسه ما عندوش الخبرات الدوليه، مش عايزين نكون قاسيين عليه، راجل جدا 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 اللي هو اتحمل المسؤوليه، حتى لو ضيع ما فيش مشكله، هو ادى برجوله هو وكل زملائه، واحنا فخورين جدا بالمنتخب الوطني المصري نظرا للقيمه اللي لعبوا بيها والرجوله والروح الكبيره جدا اللي لعبوا بيها. يعني احنا الحمد لله ما كناش مرشحين اصلا بشكل كبير لخوض اللقب، لكن انا كان عندي ثقه في اللعبه دي قبل ما اروح الكاميرون والله، وقلت ان احنا عندنا قدره ان احنا نلعب مباراه نهائيه، خاصه في ظل الامكانيات المتاحه، عندنا مجموعه من العناصر المميزه للغايه، لازم يعني نبني على دوت ونضيف بعض الاضافات لمباراتين باذن الله شهر مارس. في لعيبه كتيره جدا هتقدر اللي هي تضيف للمنتخب المصري خلال مباراتين، زي ابراهيم عادل مثلا لاعب بيراميدز احد من اللعيبه المميزه، وعندنا طبعا اتمنى ان محمد مجدي افشه يستعيد مستواه، يبقى في قمه تركيزه خلال الفتره اللي جايه، خاصه ان المنتخب بحاجه لخدمات محمد مجدي افشه. وانا شايف ان كارلوس كروش كان على حق تماما باستبعاد مجدي افشه من كاس الامم الافريقيه، خاصه ان افشه كان اداؤه متراجع بشكل كبير. ممكن نكون ناس مش متفقه معايا، لكن فكره اللي هو افشه، لا افشه كان لازم يتراجع، يعني يقف مع نفسه شويه ويستعيد مستواه المعهود، خاصه اللي هو عنده كتير جدا. اتمنى اشوف طارق حامد تاني في منتخب مصر، خاصه المنتخب بحاجه لطارق حامد، واتمنى اشوف احمد ياسر ريان مهاجمنا اللي في الدوري التركي اللي هو يحصل على فرصه المشاركه، خاصه لو هو بيقدم اداء اكثر من ممتاز في فعاليات التركي في فعاليات الدوري التركي مع فريقه. ويعني احنا عندنا بعض الغيابات اللي موجوده باذن الله، ان شاء الله حجازي يبقى تعافى ورجع في ماتشين مارس باذن الله ان شاء الله، مع مجموعه من اللعيبه دي باذن الله يعني هنقدر اللي احنا نصنع الفرق. ولازم انا شايف ان رمضان صبحي يستحق اللي هو ياخد على فرص اكتر من كده في منتخب مصر، نظرا لامكانياته الكبيره جدا واللي ظهرت في ماتش الكاميرون كان محطه كبيره وحتى مهمه. احمد سيد زيزو لازم يبقى فيه فرصه اكتر من كده، يعني زيزو عنده قدر كل القدرات اللي تاهله له يلعب لمده 90 دقيقه، ما ادوش 20 و30 دقيقه او 25 دقيقه واضح. بس، لا زيزو ممكن ياخد مساحه كبيره جدا في المباراه. لعيبه مصر لعيبه رجاله، كل الشكر وكل التقدير لمجهودهم في فعاليات البطوله، والشكر لم نكن مرشحين من البدايه. والشكر ليك انت، يعطيك الصحة بلال السيسي، شكرا ليك على دخلك معنا زميلنا الإعلامي المصري، كنت حكينا على آخر كل الكواليس ما حدث بعد مقابلة النهائية يوم أمس بين مصر والسنغال، بالتوفيق للمنتخب المصري إن شاء الله في بقية الرهانات القادمة وأولها تصفية